حيل والله ذكرت أوي مولود هنا يقول رايح حفلات وذا بعد سواليفنا مع جارنا الجديد اكتشفنا أننا ساكنين في قرية في ضواحي فالنسيا. وين الدور الأول؟ دور ما في دور أرضي. وين الدور الأول؟ ما في. وما صكها بجدار حط له ملحق ومجلس هنا مقلط. وش تلف رمز؟ نفس نظام الشنكوات صح؟ هو شنكو أخضر يعني هلا. بس إنه شكله جميل وما يروع جيرانك. مسبح ذا؟ توقع. ما في ماء. يلا شوف هذا شيف يا أخوي. أما مشب 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 أوه عرفت ذي وش ذي حق في مكرتون يغسلون ملابس عليها. أوف بيت صغير مرة من هنا جاي على مايل. في فواكه هنا شفتها عبري هذا ولا وشو؟ مو بعندنا عند جيراننا عادي. تعال شوف ايش قصر السور. ما ايش الفايده منه ساتر وهو مو بساتر ابد. بدينا اطلع على الشارع. عندي شارع يطلع عليك. شو الجركل هذا حق عشان يفرغ المكيف. حاطين له مكان مضبط. الدرج على طول في وجهك. ما في دور اول فاتوقع على طول. مطبخ صغير والله بس مطبخ. اوه هنا تعرف انك في اسبانيا. اوف 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 شوف كم شباك فيها. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. سي سنيور تعال تعال شوف هذه. اوه عرفتها اللي طايحين فيها الحين في السعودية على الشبابيك من برا. ركب لها قراج ورايح نازل. بس الفرق ان ذي يدوية. عندي مشكلة انا. ما كتبت انت كم طولك في الطلب؟ درامة قصيرة. اوه وش الغرفة الخايسة؟ انا باخذ الغرفة. مستحيل كمية الشبابيك يا اخي. هلا سنيور. هذه الغرفة كلها الحين. اثنين. مترين. هذا سكن الطلاب. شلنا تقول نبي نعيش التجربة اللي يعيشونها الطلاب. هذه الغرفة الرئيسية. تصحى من النوم ويطالع فيك. عندك شهر ولا والله مكسرة كيسانه كلها. أتوقع إن في أحد جاء ولمسها مثلك واحد. شلون جاي خندور مبتعثين؟ شو صار فيك؟ طق راسي في السقف حقه. توك داخل فيه وتدري إنه ضيق. سيت. ما جاز لي البيت انا. ما جاز لك؟ جدراني قصيره. شايف الكوب؟ هذا الكوب اللي صاررته. شلون تصور انت؟ لا يا رجل. احمر ولا كبرى؟ بعد استكشافنا للبيت اللي اعطانا انطباع مبدئي عن اهل فالنسيا وانهم راعين قعدات في الحوشه وشوي وسباحه وما تفرق معهم ان البيت ما يكون فيه دور ارضي فيه مجلس ومقلط. خذانا الفضول نشوف الحاره اللي احنا فيها.